عزة. نعم. البي رئيس المباحث عايزك. حاضر. تعرفيها دي؟ ولا عمري شفتها. هو انت بقى عزة؟ بيقولوا كده يا اختي. ما تبعدوا عني بقى وتسيبوني في حالي. ما كفايه اللي حصل لي. هو انا يا اختي جايه نشحته منك؟ انا جايه نسالكي على جوزي. جوزي اللي سايب حاله ومحتاله وداير وراك السبع لفات. هو مين ده يا اختي؟ جوزي اللي انت سحرله ومشافش باله. حمو. حمو؟ الله يخرب بيت حمو، على سنين حمو، على اللي جابه حمو. هو كل اللي انا فيه ده بسبب مين غير زفت حمو؟ يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل، الهي ربنا ينتقم منه. جرايه يا ابله، ما قلت لك صحينا الصبح من النهوش، ما بتفهميش عربي. هو غفلنا يعني ونزل من على المواسير. غفلك انت يا تغف، انا ما بتغفلش. ايوه صح، هو غفلني وفتح الشباك ونزل من على المواسير. اصل الولا ميدو ده كان هجام، وابوه اصلا كان حرامي غسيل. قصة كده يعني، بس الكلام ده قبل ما ينضف ويشتغل مع المرياس. ما هو الكلام اللي انت بتقوله دوت لو كان حصل النهاردة الصبح يبقى انتوا في خطر، لو حصل امبارح يبقى هو ما بلغش عننا. هو مش امبارح، العيشة كده. احنا كل خوفنا مش ان هو يتقفش ولا جراله حاجة، انا كل اللي شاغلني دلوقتي ان التانية دي ما تقتلتش زي ما انت قلتي. نفدت منها بنت اللذينة، بس على مين؟ صفوان بيقرا خلاص فتحتها. واحنا ان شاء الله فتحتنا هتتقري امتى؟ أنا مش كذابة يا حسام بيه، أنا مش هكذب عليك وأقول لك ابنك في بطني وفي الآخر أطلع مش حامل، وبقولها لك للمرة الألف، أنا مش عايزة منك حاجة، ولو مش عايز تعترف بيه عادي، هيتولد ويتربى في ملجأ لغاية ما أخرج من السجن وألاقي له أب يتبناه. أنا هعمل التست بتاع الدي إن إيه. أعمل اللي أنت عايزه، بس أنت عارف كويس أوي إن أنا محدش لمسني غيرك. عارف أنا إيه اللي صعبان عليا؟ اللي مالوش ذنب ده اللي هيتولد في مستشفى السجن، هيقعد سنتين شايف أمه بالجلابية البيضة. ذنبه إيه؟ ذنبه إيه يا حسام بيه؟ كان نفسي يتولد ما بيننا، يتربى بينا إحنا الاتنين. أنا عايز أقول لك حاجة بس أخيرة. افتكر كويس قوي لما قلت لك ابنك لما يبقى في بطني هقول لك حاجات كتير أنت ما تعرفهاش. هو ده اللي أنت عرفته. والله يا حسام، والله ما كنت هكدب عليك، ما كنتش هخدعك، كنت هقول لك كل حاجة، والله كنت هعترف لك بكل حاجة، صدقني.